أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مجددا إلى هذه التغطية المباشرة والمستمرة والتي تأتيكم على القناتين المغربية الأولى والثانية. مرحبا سيسون ثيكلت نارنيت مثل ناس ما مرحبا سيسون أرزارات مغربة تم زنتوك زن مغربة تيسنات تم زرام مازال كوفرتيو سبيسال تكميل أفهم فهم النوب بقدو ذا أل جالي جيس فانا كيل تيكلت باش هذه صوت صوتي هذه صوت الغيضي سوى ذا بوينجي سندي الوقت ترى باش تجم أم كان جيت جم ثامور تجيت فيكم إيه المزينة جينو هني أتسوين الفيل لمان كوني سخصام ستنين وستين ميت سورة ثورة يسد دور إيه المزينة جينو هني إن شاء الله هتسوين الفغين سنة تسوين الفغي إيه الزينين مرة. إذا أعزائي المشاهدين، تحية احترام وتقدير لهذا الشاب، لفخامة هذا الشاب الذي ما زال ويصر على مطالبه رغم التهديدات ورغم الوعيد ورغم القمع، ما زال يخرج بالملايين بصغارهم وكبارهم بنسائهم ورجالهم، ما زال بنفس الإصرار نفس الشعارات ونفس المطالب. 22 فيفري حتى الآن داخلين في 22 الجمعة 22 إن شاء الله الجاية، وما زال رغم الحرارة وما رغم العطلة هذا ما منعش الناس يخرجوا بالملايين. اليوم إن شاء الله أعزائي المشاهدين نولي إلى قضية المناورات وقضية التحريضات وقضية التهديدات ورد فعل شاب جزائري. بالجمعة اللي فاتت الكثيرون يقولون أن ربما كانت رسالة قوية من الشعب إلى السلطة الفعلية اللي خرجت بخطابات الجمعة اللي فاتت أو الأسبوع اللي فات، خطاب اعتبر تحريضي وتهديدي لمنع الناس لمنع شعارات المدنية ماشي عسكرية. هذا اللي خلى ربما الجزائريين يخرجوا بنفس الشعار ويؤكدوا على هذا الشعار دولة مدنية وليس عسكرية في كل مكان في كل مناطق الجزائر. شفنا فيه فيديوهات ومازال إن شاء الله نشوفهم على هذا الصدد، وإن شاء الله ثاني نوليو حول مناورات السياسية ومحاولات بعض السياسيين لإيجاد حل كما يقولون حل لهذه الأزمة. ومعنا من فرنسا الناشط السياسي، نبدأ من فرنسا مع الناشط السياسي أستاذ طارس السيسي. طارس زول فلك، السلام عليكم. أزول لك سليم أغمى، السلام عليكم. تنمرت إمي داردم أذكر يعطيكم صحة تيتولي بعض الوقت لأعطي رأيي على الحالة السياسية في الجزائر. ممتاز، شكرا سي طاهر على قبولك الدعوة. وأنا سي طاهر سي سيليلا، واش رأيك في الجمعة اللي فاتت؟ يعني كيف شفت رد الفعل الجزائريين خاصة بعد التهديدات، يعني يعتبر التهديدات من قيد صلاح إلى الذين يرفعون شعار مدنية ماشي عسكرية؟ رد فعل الجزائريين
مثل رد فعل الجزائريين في الجمعات اللي فاتت، لأنهم قالوا بصوت واحد تدير كيت صالح والعصابة التي تعمل معه لكي تقهر، لكي تكسر هذه الثورة، رد الشعب الجزائري كان قوي جدا، وهو يقول بكل وضوح لن نقبلها، لن نقبل هذا هذه الذهاب من الاستبداد إلى الشمولية، لأننا كنا في استبداد وهم يحبوا اليوم يروحوا إلى الشمولية، والجزائريين ما يقبلوش نحو الشمولية. هؤلاء الذين يكسروا يحبوا يكسروا هذه الثورة السلمية، هذه الثورة الحقيقية، هذه الثورة لتطلب للناس اللي نهبوا أموال الشعب منذ سنوات كلهم باللي اليوم حبينا تعطونا نسيروا البلاد. احنا الشعب هو مصدر السلطة، لا يمكن أن نخليه ناس نهبت ناس كسرت الوطن، باسكو اليوم في ما بقاناش بزاف دراهم، بقى راهم شفت افونتيير قبل اليوم الثلاثاء داروا ارقام ل شحال بقانا في شحال بقانا من لي ريزيرف شونج، ما بقاتنا ميم با 60 مليار، نهبوا كل اموال الشعب. ف بعد كل ما فعلوه اليوم يقولوا لنا حنايا نبقاو في السلطه رغم هذه الأعمال التي قاموا بها. حبوا يبقوا، حبوا يبقوا ينهبوا ويسرقوا ويكسروا. سيسيلي، ربما هالكلام ربما بعض الجزائريين يشوفوا شيء آخر، يشوفوا أن ربما نداءات ولا دعوة للحوار شامل هذا دليل على نظام دنيا التغيير، وشفنا الاعتقالات لكثير من المسؤولين ورجال أعمال، شفنا لمبادرات من النظام لدعوة للحوار، هذا كله ربما يخلي ثقة ويخلي أنا فيه حسن نية من طرف النظام ليكون تغيير كما يحب الشعب. هل يوجد حسن نية في النظام خلى الجزائري والجزائريات اللي مشوا في رمضان كل شهر رمضان وما يمشي وما خممش في الرجال لي بيرسونجي، ما خممش في لي فام، ما خممش في اطفال صغار اللي مشاو؟ هل يمكن ان نديروا كونفيونس لناس اللي خلاو الجزائر والجزائريين في بعض في 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 الصحراء الجزائريه اللي مشوا اليوم 50 دغري وما على بالهمش 40 درجه ولا 50 درجه وهم يمشيو ويقولوا باللي حنايا حتى اليوم ولادنا يموتوا بامراض لا ليس لها وجود في البلدان الاخرى. فليس هل يمكن ان نديروا كونفيونس للناس دارونا في الجزائر لي زوبيتو حتى اليوم تدخل وعندك 40% شونس باش تخرج حني لانهم ما عطاولهمش لا لي مويان لا. هل يمكن ان نديروا كونفيونس للناس نهبت اكثر من 1000 مليار دوكا وينهبوا انكور ينهبوا خاطر ما داروا لا اقتصاد حقيقي يقدر يعطي قفزه للجزائر باش ما تروحش تطلب من الاتيمي دراهم باش تمشي بها البلاد، باسكو دون كالك جور يضربوا من الاتيمي باسكو ما عندهمش الدروا يتوشيو 50 مليار باسكو اللي زون امبريمي دونك اينون با لو دروا دو توشي 50 مليار دو لا ريزيرف دو لا ريزيرف دو شونج. Pourquoi? Parce qu'ils ont imprimé plus de 50 milliards, donc ils doivent
لازم يكون عندهم 50 مليار ديسبونيبل، دونك غدوة يروحوا للاتيمي. هذا كي يشوفوا باللي هادو لم يعملوا شيئا للجزائر الغد، لهذا احنا نقولوا باللي كيفاش يتحاوروا، حبوا يتحاوروا ولكن يقولوا يهضروا على انتخابات. الشعب الجزائري رفض الانتخابات في 18 أبريل، رفض الانتخابات في 4 جويلية، كيفاش يرجعوا يهضروا على الانتخابات؟ كيفاش يقولوا باللي حنايا نريد أن نتحاور وهم يخونون في رجال حرروا الجزائر مثل بورقة؟ كيفاش نقبلوا نروحوا إلى تحاور مع الناس اليوم يرميوا شباب جزائريين يطلبوا بحقوقهم إلى السجن؟ كيفاش نروحوا إلى حوار مع الناس اليوم؟ الشوف اللي يحبوا يديروها يسلكون في أنفسهم وأولادهم واللي يقرأ في الخارج واللي ما يعرفش من الجزائر، ما يعرفش من واش يصرى في الجزائر، ويقلصوا بترام الجزائريين ذباب الكتروني من الصباح حتى المساء وهما يحاولون تكسير الثوره. كيفاش؟ وشكون اللي عطى لهم دراهم؟ شكون اللي قال لهم باللي يخلصوا ناس بدراهم الجزائريين باش يكسروا ثوره الجزائريين؟ كي شكون اللي عطى لهم دراهم باش يديو ديزافيون باش يكسروا الثوره ويجيبوا الناس اللي يجيب باش يشوفوا الماتش تاع ليكيب ناسيونال؟ شكون اللي عطى لهم؟ دونك هادو يستعملون اموال الشعب الجزائري بطريقه خطيره جدا، كما هادو اموالهم والخزائن خزائنهم، واليوم كاع الطرق باش يفرقوا بين الجزائري. جيد استاذ طارسي سيريري، يعني هل تظن ان هذه الخطابات والتحريضات والتهديدات يعني هي هدفه هي تخويف الشعب الجزائري؟ يعني هل اذا كان هذا الحال، اذا كان هو الهدف، هل حقيقه شعب الجزائر وراء خايف، ولا ربما تاثر بهذه التهديدات في الجمعه اللي فاتت حسب فيما يخص الاعداد؟ يعني لن الشعب الجزائري في الجمعه اللي فاتت خرج بقوه، شفنا في العاصمة، شفنا في تيزي، في جايا ووهران قسنطينة. دونك الشعب الجزائري لن يقبل لا تهديدات، لأن تهديد الشعب بأكمله شيء خطير جدا. كي تقول باللي الشعب الجزائري اللي ما قبلش دولة عسكرية ومخونة، هذا شيء خطير، والشعب الجزائري ما يقبلوش، باسكو الشعب الجزائري شعب حر، شعب عنده النيف، وما يقبلش يقول له واحد عسكري لازم تولي عسكري، لازم نديره في الجزائر سكنه. والجزائريون كاع عسكر، كي نقول لهم سكتوا يسكتوا، كي نقول لهم هضروا يهضروا، هذه لن يقبلوها ابدا. الشعب الجزائر ما يقبلش من رجل عسكري يعطي الاوامر، رجل عسكري يعطي اوامر في السكنه، اون بليس هذا الرجل العسكري ما عندوش حق يهضر، علاش؟ كان قبل 9 جويلية فيس مينيستر دو لا ديفونس، نائب رئيس الجيش ولا الدفاع، ولكن اليوم ما عندوش حق يهضر. من بعد لو 9 جويلية ما ليس نائب رئيس الدفاع. دونك اليوم راهو خدام عند الشعب، عند الشعب داخل سكنه، دونك يبقى داخل سكنه، ما عندوش حق يهضر. اوكي جيد سي طارسي سي من فضلك، ما يضرك نولي لك معنا من الجزائر العاصمه الناشط السياسي مهند الحسن كيلال. سي مهند الحسن كيلال السلام عليكم. ازوف لك احمد جوج. مهند الحسن كيلال وي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك استاذ، يعطيك الصحه اللي راك معنا اليوم. سمعت حسن كيلان، يعني اولا
خطاب قايد صالح الجمعة الأربعاء اللي فات كانت فيه بوضوح تهديدات اللي راه رافعين لشعارات مدنية ماشي عسكرية. شفنا رد الفعل الشعب الجزائري، ماذا بقي الآن؟ هذا راه المتوقع الآن سوف راح ليرفع هذا الشعار سوف يعتقل كما كان معتقلين اللي رافعين راية الأمازيغية. المشكلة جابوا بين الوقت وربحوا الوقت وضغط جاي الوزير الالاف نتاعو. هذه المشكله. المشكله سي خونا حبيب دير كيما داروا السودان، وهذه ماشي كيما السودان كيما الجزائر. كيف فهمنا كيفاش يعني المقارنه هذه كيفاش فهمها انا سي محمد الحسن كيلان؟ كيفاش يعني حبيب دير كيما في السودان كيف يعني؟ هو في الاول كامل تجاوب مع الحراك، جاوب مع صورة الشعب كان يحتمي بها، خاطرش كان المطلوب هو راسه في البداية، ولما شاف بلي الآن خلقوا قوى اللي بثوها داخل الحراك، والأحزاب الموالاة والأحزاب المعارضة قدروا يخلقوا فيها شوية نتاع رأي عام، بداوا يبثوا نوع من السموم في وسط. ظنوا باللي يقدروا ينجحوا في هذه وماشي ناجحين. مش غالطين. انت لما تروح اول خطا يكشف باللي اللعبه قذره انهم ما حبوش يتخلوا على الحكم، كي تلقي القبض على مجاهد نوفمبري كي كان برتبه رائد انت مازال ما تجيش. هذه وحده. ثم تلقى القبض عليه علاش؟ على حريه التعبير. قال راي اعطى راي ناقشك. بالتالي الشعب كي خرج للشارع خرج للشارع من اجل تغيير نظام يكون ديمقراطي جمهوري تكون فيه كل الحريات الاساسيه الفرديه والجماعيه. لما تلقي القبض على اللي يعطي رايه ولا يعبر على رايه، بالتالي راك مازلت تمسك بحمايه النظام العسكري الممتد من 57 سنه. جيد. هذا خطا. بالتالي ما يشوفوش باللي يعني العالم الخارجي يتفرج، والحمد لله الشعب اعطى اروع الامثله في التحضر في السلميه في التعبير السابق والنزيه واللي عنده حق فيه، وبالتالي الاخطاء اللي ارتكبوها راح تنقلب ضدهم. جيد سي وان الحسن، كيفاش يعني لماذا النظام الآن والسلطة الفعلية تؤكد وتصر على انتخابات رئاسية؟ قال لك هذا هو الحل الوحيد ولازم نروح، رغم أن ربما في آراء أخرى تختلف عن هذا الرأي. كيفاش لماذا يصر على هذا الطريق؟ هذا كله تلاعب بالكلام. ما كانش اللي يختلف معهم بلي الانتخابات هي الحل. ولكن كيفاش نوصل للانتخابات؟ بأي وسيلة؟ هل الانتخابات تم بالحكومة اللي رفضها الشعب؟ الحكومة اللي رفضها الشعب الوزير الأول، قبل ما يجي وزير الأول كان وزير الداخلية، وأكبر قضية عندنا في الجزائر كي جاب ست بلاد توقيع لفخامة الرئيس في ظرف أيام، ست بلاد توقيع على كذا. ثانيا بن صالح، شخصيا انا بن صالح قلت عليه واش قلت؟ يكون وزير الاول شكون عايلو؟ واش عايلو بوتفليقه؟ عايلو طلع عصابه. وبالتالي لما يكون رئيس حكومه رئيس دوله مرفوع من طرف الشعب، كيفاش يقبل الشعب باش يشرفوا هذا على الانتخابات؟ كيفاش تكون هذه الانتخابات؟ احنا ما نختلفوش على الانتخابات، مختلفين على شكون يشرف على الانتخابات. جاي الانتخابات يشرف عليها شفعية الأدوات صنعها الشعب بنفسه، يعني الجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات اللي يكون الشعب هو اللي راضي عليها. أنا كنت اقترحت في البداية، اقترحت باش هو بالذات يتصل، ما دام يقول أنا مجاهد ويحب يرافق الشعب، هو يتصل بالشخصيات الوطنية المعروفة. وأنا اقترحت أول ما اقترح الشيخ مطلب إبراهيمي مع الشيخ احمد بن بيتون وشخصيات اخرى، تحتهم باش يكونوا
جيب صح استاذ مهند حسن. بصح المشكل ان النظام الان السلطه الفعليه السلطه العسكريه قاعد تقول انها ما حبش تكون جزء من هذا الحوار، راهي تشوف من البعيد بصح ما حبش تدخل في كطرف من الحوار. لا باش تكون طرف الحوار. المؤسسة العسكرية أداة تاع الشعب، أداة ستانستريمون، أداة كما هي كما الحماية المدنية كما الشرطة. كيفاش تولي الأداة هي الحاكمة؟ السلطة تاع الشعب يمارسها عن طريق الممثلين تاعو اللي تاخذهم. هذا ما تمشي. صحيح الخطأ ماشي خطأ سي قايد صالح. الخطأ هو خطأ الجريمة ما نقولش خطأ. الجريمة لا تكبر بطريقة، ولكن واش يستنى لما نجيبوا كاع الناس للمحكمة وبطريقة لا ما تجيبوش بتهمت الخيانة العظمى. الشيء اللي صار ماشي حاجة صغيرة. ثم حتى القضاء نفسه كيفاش عندهم ضمير القضاة يحكموا الناس بجناح قانون تغير في وقت بطريقة اللي يعمل باش يكون نظام الفاسد هذا يعني اللي صعب مسق في الفساد كان موجود الفساد قبل ما يجي كيدخلوا الفلوس بزاف صعب مسق في الفساد وخلى الناس تنهب. واول اشياء اول الاساليب والوسائل اللي دارها انه القوانين تغيرت قانون الاجراءات الجزائيه قانون مكافحه الفساد يعني بزاف حوايج يعني ذوك المجرم اللي يقتل عدل اقصى عقوبه عنده هي 20 سنه. جيد. ثم كي تنحي رئيس من القانون باللي ما يتحكمش. اللي شاف في اول ما اقترح هو عبد العزيز بن خادم. الى اسمع لي عبد العزيز بن خادم اول من قال باللي نحصلوا رئاسة رئيس الجمهوريه للمحاكمه بتهمه الخيانه العظمى. معناها كانوا عارفين واش كانوا يديروا كي كانوا ينظروا للفساد. كان تنظير للفساد. جيد سي مهند حسن كذا من فضلك مهند حسن كذا من فضلك ريح ما يضرك نولي لك معنا الان من الجزائر العاصمه المؤرخ وناشط سياسي منتصر بتورونسي. منتصر السلام عليكم. منتصر بترون الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك استاذنا منتصر بترون. اولا يعني الرئاسيات باي ثمن؟ يعني نظام مستعد يروح لرئاسيات باستعمال جميع الوسائل الضغط والترهيب والتعتيم الاعلامي، انت كيفاش تشوف هذا الاستراتيجي يعني خلط الطريق ذهاب الى رئاسيات رغم كل شيء؟ يعني في الحقيقه الان امور اتضحت بالنسبه لي. هناك اقول حتى لا اقول كل ولكن ربما نسبه كبيره من قياده اركان الجيش لا تريد أن يعني تحدث انتخابات رئاسية ويختار الشعب رئيسا يريدون فرضه مثل ما فعلوا ذلك دائما من أجل أسباب كثيرة من بينها ضمان العقاب خاصة بالنسبة للضباط الكبار المتورطين يعني في قضايا الفساد وربما الخيانة ونحن عندنا صورة على قبل ما تبدأ يعني مظاهرة الشعب في 22 فبراير وقعت عمليات يعني حبس بقضايا فساد لقادة يعني مركزيين لمناطق عامة في الجيش يعني المساعدين الأوائل لقايد صالح. وأظن أن الخطاب الذي انحرف له قايد صالح طبعا بسبب محيطه الذين يدفعون خطير جدا وهو إعلان حرب ليست في محلها ونراها تتجسد في ظهور يعني نرجع للحقبة الاستعمارية ظهور ما يسمى مرافقة الجيش للعدالة وهو ما حدث مع الجيش برار عندما وهو أدى إلى يعني للمقصلة بمئات الجزائريين كما يقول جورج كليمونسو فإن العدالة العسكرية بالنسبة للعدالة مثل الموسيقى العسكرية بالنسبة للموسيقى وبالتالي لا دستورية ولا وأنا شخصيا يعني أعرف فريق دربورغا قبل أن يأتي ضباط لإيقافه واختطافه بطريقة لا تشبه لشيء في القانون قبل أن تهيأ له التهم وتسخر يعني العدالة للأسف لا معنى لها
وهو الرجل الذي أرعب الجيش الفرنسي معروفة أرعب فالون أرعب ماتوي، وكان رفيقا للشهيد محمد بوغرة رحمه الله وجلالي بنعمة، ولم يكذب أحدا. عرفنا كل الناس إلى الربيع من عقد وعمران سليمان ديز إلى لونيسي، لم يقل أحدا كلمة في بورقعة. جيوا توسخوا التلفاز الوطنية لأن مجموعة من المعتوهين ضباط كتبوا نصف أبلغ وقبيح، ويوسخوا يعني ستبقى وصمة وعار كبيرة وجود بورقعة في تلفاز، إلى جانب شبان في العراق لأنهم رفعوا علم تمزق، ولا قانون يسمح يعني المعاهدات الدولية التي أنقضتها الجزائر والقوانين لا تسمح بإيقاف، ولا الشرطة لها الحق أن توقفني لأني أحمل علما. ولكن نحن الآن دخلنا في سلطة الأمر الواقع، في سلطة أسميها الدكتاتورية العسكرية بدأت، والآن هي تبدأ تفرض ما تسميه خطاب الخيانة. نعم، إذا كما أنا مع دولة مدنية، وإذا كان يحلو هذا إلى قيد صلح وأنا خائن وأعتز بهذا، ويجب أن تكون نهائيا. وأطلب من الشعب الجزائري أن لا يتراجع على هذه النقطة. جيد سي منتصر بتونا، أنت كيف الآن تتوقع إلى أين تتجه الأمور؟ يعني ورانا ماشيين الآن ما هذا الإصرار من النظام على تخوين كل من يعارضه وإصراره على رئاسيات، من جهة أخرى في إصرار شعبي ملايين جزائريين ما زالهم على مطالبهم، ولازم يروحوا قاع قبل أي انتخابات، ولازم تكون فيه مرحلة واضحة باش يكون فيه تغيير حقيقي. كيفاش تشوف الآن بين الطرفين ورانا رايحين؟ يعني أنا معجب. أنا يعني أرتاح كل جمعة، للأسف كما تعرفون إنها حرب كبيرة على هذا الشعب من القالة إلى تموشنك، كل الشعارات واضحة، رأيتم كيف يعني حشا المغاربية كيف يعني تورطت وسائل الإعلام. وأقبح من هذا، كان الرائد بورقعة كان يثق في مجموعة نحن من الصحافة، وأذكر بعض القنوات كان يعني يعطيهم الأسبقية، كانوا يهاجرون به وعندما ضرب في شرفه وشكك في تاريخه أعطوهم المال واتبعوا باعوا بورقعة، ومعروفين يعني بأشخاص لا داعي للذكر. هذا النظام إذن الآن يشتري يقبع، وأتوقع يعني في الأسابيع الماضية القادمة إذا تمت الأمور على هذا ستتوسع الاغتيالات، وستتوسع ما أسميه بالمافيا العسكرية القضائية من أجل منع الشعب الجزائري السيد من اختيار رئيسه حسب ما صح به يعني حسب المادة 7. وكل يعني بن صالح والدولة لا شرعية لهم ولا دستورية، وهذا أصبح معروف. والشعب الجزائري يريد التفاوض عكس ما قاله بن صالح عندما أراد أن قال أن الجيش سيبقى على الهامش. نحن لا نريده أن يبقى على الهامش، الهامش وليس لا نتحدث على حوار بقدر ما نتحدث على تفاوض من أجل إيجاد مخرج سريع. بورقعة أدخل السجن لأنه شارك في التحضير للندوة الوطنية، وعندما يعني تفطن إلى الألعوبة التي قامت بها مجموعة نادى أصدقاء لي ليكتب بيانا. طيب أستاذ منتصر تلون، يعني سمعني دقيقة، وقال أن الرئيس يعرفه بن صالح وهو يعني مجدله، وبالتالي عندما كان سيفضح القضية هو كان من المحضرين لندوة الحوار، يعني تم إلقاء القبض عليه بالطريقة التي تعرفون، وثم حول إلى حاكم مدني ثم إلى الحراش. ورأينا الأسبوع الماضي يعني العيب، وعندما أتكلم على بورقعة ليس بورقعة فقط، كل مساجين الرأي وهم مساجين سياسيين، وهذا عار كبير في تاريخ الجزائر. شهداء يعني خلوا العالم يضحك علينا. لا يوجد جيش عاقل في 2019 يريد أن يأخذ السلطة السياسية مثل ما كانت الدكتاتوريات في البرتغال أو في بولونيا، أو يعني ولد الدولة القوية والجيش القوي والجيش الذي يدخل تحت سيادة الشعب ويحمي البلد. جيد أستاذ منتصر ترون، تتكلم أستاذ منتصر ترون، أنت تكلمت على حوار أو مفاوضات لازم يكون
احد اطرافه المؤسسه الفعليه والسلطه الفعليه والسلطه. نعم نعم. والطرف نعم. الاخر من يكون يعني فيه كان مبادرات من بعض الاحزاب المعارضه كل ما هو مجتمع مدني وبالاساس يعني 90% الحراك الشعب السيد. الدستور اصبح ليس في الورق، الدستور منذ 22 فبراير راه في الشارع. وهم عندما يقولون ان الحراك ليس له رؤساء يكذبون. نحن نريد ان نعرف من يمثل الجيش مع من سنتعاون. من صالح قال ان الدوله والجيش لن يدخلوا، مع من هل نتعاون مع الجيش الفرنسي؟ نتعاون مع جيشنا. وهل تتوقع استاذ منتصر، هل تتوقع استاذ منتصر ترون، هل تتوقع ان ما هذا الحراك وما اصرار هذا الشعب العسكر ما عندهمش اي حل اخر الا التفاوض ولازم يوكلوا واحد باش يتوقف؟ لا حل اخر ولا يوجد اي استعداد. هم في الحقيقه يستغفلون، لا يعلمون ان هناك جيش جديد هرب عليهم بألف سنه ضوئيه ذكاء. وهذا الشيء يعرف عندما يطيع جيش شعب خوا ويعزل مجموعه الجنرالات وهو يعني يشمل مكانة المؤسسة العسكرية الجيش، ويعرف أنه لن يستطيع أن يقوم بخطوة بدون الجيش، والجيش لن يستطيع أن يفعل شيء أو يعني البلاد بدون الشعب. أما الطغمة التي يعني هي متورطة في الفساد وتريد أن تمنع الشعب كما فعلت منذ 62 فهي يعني على ضلالة ولن ترى. ويعني الشعارات كل أسبوع ما كانش انتخابات يا العصابات، ولن تكون هناك انتخابات. وهذا ليس رفضا للانتخابات بقدر ما هو إصرار على أن هذه المرة الانتخابات ستكون الشعب هو الذي يعين الرئيس. وفي تيزي وزو سمعنا الشعار كان واضح في فرنساي لو بوبل بريزيدون، الشعب هو الذي يعين الرئيس. سي منتصر من فضلك من فضلك منتصر لو تبقى ما يضرك نولي ليك. استاذ طارسي، ربما في حدث اخر صرا هذا الاسبوع ما ربما تكلمش بزاف عليه، هي اعتبرت كنكته سياسيه، وهي تزكيه سليمان استاذ سليمان شنين على راس المجلس الوطني، وقال اعتبر انه ربما استجابه لمطالب الحراك. كيفاش تقول كيفاش تشوف هذه التزكيه في هذه الظروف؟ انا اقول ان مطالب الحراك مطالب واضحه، ما يقدروش يلعبوا بالحراك. انا يا احب ترجمه اراده الشعب الجزائري، الاراده تاعو واش تقول؟ هما يقولوا نريد انتقال ديمقراطي اجتماعي وسلمي مستقل على النظام. هذا هو مطلب الشعب الجزائري. هما سيتادير ان ترانزيسيون ديموكراتيك سوسيال اي باسيفيست انديبوندونت دو سيستيم. طلب الشعب الجزائري هو وساطة بين الشعب والمؤسسة العسكرية باش نرافقهم للعودة إلى السكنات. وهل أستاذ طرسيسي وهل تعيين بين وساطة فقط وساطة لمرافقتهم إلى السكنات؟ هل تعيين يعني هل تعيين معارض على رأس المجلس الوطني يعتبر خطوة في هذا الاتجاه، خطوة لاستجابة للمطالب الحراك؟ معروف شنين كأنه معروف توجد نظرتين، نظرة العصابة التي تريد بكل الوسائل فرض انتخابات في أقرب الأجال، وتوجد نظرة الشعب ونظرة كل الشعب الجزائري هو انتقال ديمقراطي واجتماعي وسلمي مستقل عن النظام. هذه هي النظرتين المتناقضتين، ولا توجد نظرة أخرى. ولي اليوم يهضروا على الانتخابات هم الذين يعملون للنظام الحالي، والذين يقبلون اللي يقبلوا ديبونست ولا يقبلوا يخدموا مع النظام الحالي فهم خانوا الثوره، فهم قبلوا لي بلون ديابوليك دو ريجيم. وحنايا ما نقبلوش
هذا التلاعب باسكو راهم يتلاعبوا بالثوره، وحنايا الشعب الجزائري شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لن يقبل التلاعب بالثوره. فمطالبنا مطالب الشعب هي المطالب لتغيير حقيقي وجذري، ولن يكون فيه الرجال والنساء الذين نهبوا وسرقوا اموال الشعب باش ما يديروا لناش انقلاب في الثوره. وحنا ما نقبلوش الانقلابات في الثوره. واليوم حنايا قلنا باللي باش نروحوا لازم نروحوا للمرحله الانتقاليه، وفي في المرحله الانتقاليه يوجد ميكانيزمات اللي تسمح لنا باش نروحوا في في باش نروحوا لتغيير حقيقي في القيد صالح واخواته الذين يريدون يديروا ينهبوا ويسرقوا ما يحبوش هذا التغيير، يريدون ان نعود الى الوراء. جيد سي طاسي سيري من فضلك ريح ما يضرك نوليك. استاذ محمد الحسن كيلان نولي لك القضيه تاع تزكيه سليمان شنين على راس المجلس مجلس البرلمان، كيف شفتها انت؟ ربما كانت كان حدث ادهش الكثير من السياسيين والمتابعين، خاصه انه زكي من طرف المعارضه والموالاه التي تعتبر موالاه لفلان ليراندي. ما هي خلفيات هذه التزكيه؟ انا حبيت نعقب على الكلام تاع الاخ اللي قبلي، حبيت نوضح برك النظام للسيستم عنده الاستركتور تاعو هو السلطه بما فيها التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه، البرلمان جزء من النظام، اللي دخل البرلمان وكل الناس تعرف البرلمان بغرفتين جزء لا جزء من النظام. بالتالي سليمان شنين قبل ما نقول بلي هو ماشي من المعارضه، لانه الحزب اللي انتمى ليه بعد ما غادر حمص انتقل الى الحزب هذا الاتحاد ومش عارف الحزب تاعو كان مشارك من الاول حركه البناء دعم بن صالح راح تقبله. بالتالي شنعرفوا جيدا، نعرفوا مليح سليمان شنين، وكنت مخالط كنت نروح نقصر مع الشيخ محفوظ نحناح كي كان حي يحب يسمع لي بزاف واش نقول في ذاك الوقت. بالتالي سليمان شنين نعرفوا، وبالتالي هذا سليمان شنين ماشي من المعارضه. النظام كما كان يقول الاخ الان حب يحفظ على روحه، هنا لعب لعبه بلا عصابه، العصابه السقف الزجاجي تاع النظام، العصابه رجال اعمال والمال والسراقين والهابين الحكومه والوزراء هذا بالسقف، بصح البنايه تاع النظام زادت هي ودافعوا عليها اجتميتون للدفاع عليها، لانه ما يقبلش الجيش يتنازل على الحظ اللي كان عنده من 60 سنه ولا اكثر، خاطرش ما تلقاش في دول العالم خاصه الديمقراطيه الميزانيات تاع كل الوزارات تجوز على البرلمان وتناقش وبعد نهايه السنه تسترجع الاموال التي لم تصرف. وحنا عندنا الجيش الوطني الشعبي يدي 25% من المداخل تاع البلاد وما يتحاسبش عليها. يعني انت استاذ واحد الحسن كيلان شي قال صالح كيقول قال صالح بلي احنا جينا بالطوار الجيش الناس كانت ايام بالناس، قلت لها ما طورتوش الجيش. انا لما نشوف حزب الله يدير الطائرات المسيره وانصار اليمن داروها والجيش الوطني الشعبي يسريها مصري الشعبيه ما طورتوش الجيش. جيد سي محمد الحسن كيلان، استاذ محمد الحسن كيلان حبيت نفهم رايك ثاني نقول القضيه تاع تزكيه استاذ شنين على راس المجلس البرلمان. يعني البعض يقول ان انت ربما شفت هذه هي مناوره ثاني لتفكيك الحراك ولتضييق الحراك وللالتفاف حول الحراك، واحد اخر يقول لك ربما هذه خطوه جيده والاحزاب اللي معروفه المواليه كلفان الايراندي ربما هي الان تتراجع وتغير حساباتها وتستمع للشعب وعينوا معارض كما يقول. حتى باش ما نكونوش سذج، لازم نكونوا ما نقصدش نكونوا دينايف. هذا سليمان شنين قبلته الاغلبيه داخل البرلمان، يعني ما عنده حتى علاقه بالمعارضه، حتى الحزب الموالي قبله. هذه اللعبه باينه مكشوفه.
سليمان شني بون كاين حاجه مهمه بزاف كانت تخدم وحاجه مليحه لمصلحه البلاد والوحده الوطنيه خاطرش كانت منطقه الجنوب واحد الوقت كان فيها بعض المشاكل باش يكونوا مسؤولين من الجنوب مليح من وربلا وبدوين تقريبا اصولهم من وربلا معليش ولكن ماشي سليمان شني اللي مثل الجنوب فهموا مليح كاين شخصيات كثير من الجنوب اللي مع الثوره الشعبيه ما يجيبوهاش معناها يجيبوا الموالين ماشي المعارضين سليمان شني ماشي معارض سليمان شني من الموالات حزب اللي انتقل ليه من الموالات صح حتى الاحزاب حتى الاحزاب حتى الاحزاب المعارضه اللي كانت في البرلمان وافقت عليه زكاته يعني انا رايي قلت لكم من قبل بلي ما كانش احزاب المعارضه شو النظام عمل باش يخلق تعدديه شكليه ديمقراطيه تواجهها ما كانش احزاب معارضه كل من دخل البرلمان وغمس وكلا وقبل هذيك الرشوه اللي عطاها لهم بوتفليقه نتاع في البدايه كانت 33 مليون في الشهر بعد تطورت المرتبات شفتوا كي يكون واحد رئيس لجنه ولا كي ماشي رئيس كتله هكا على بالك هذو خلاص هذو ما كانش فرق بينهم وبين العصابه عصابه اخرى كل تعرفوا كل الناس طلعت كيفاش طلعوا في الانتخابات الشرعيه كامل يسموه برلمان شكاره برلمان شكاره وبرلمان احتفال كان مطلوب الثوره الشعبيه من نهار الاول ما يطالبوش بتغيير الحكومه برك يطالبوا باحاله الحكومه والبرلمان بغرفته كارثه العظمى في البرلمان بغرفته جيد جيد خلينا نسمع استاذ مهند حسن كيلان من فضل الله حمايه دوك نسمع راي استاذ منتصر حول هذا التزكيه وهذا تعيين رئيس جديد للمجلس البرلماني سي منتصر كيفاش شفت انت هذه التزكيه واش من خلفيات هذا التعيين خاصه الان يعني تفاهه الشاب ينادي بحل البرلمان كليه وشنين هذا والحزب تاعو كانوا ما يسمى تحالف الرئاسي وكل الناس تعلم انه في هذا البلد وقع انقلاب على مؤسسه رئاسه الجمهوريه منذ وعكة أقول الرئيس الرئيس المخلوع وهم ساكتون عهدة رابعة وهذا البرلمان لا يمثل شيئا والشعب يطالب بحله هو ومجلس الأمة لا أعلم لا أعرف أحدا تحدث على شنين هذا كمعارض أو كغيره هو لا يمثل الشعب والبرلمان لا يمثل حتى يعني حتى المعارضه نعرف ان تاع البيتي ديميسيوناو ما كاين حبيبات تاع الارتيدي ولا كفاس الامور واضحه المطلوب هو حل الاثلال حتى منظمه المجاهدين طالبت بهذا مازال الناس يحكونا على هاو داروا الجمعي هاو داروا شنين الشعب يعني لا 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 يأبهوا بهم انهم يستهلكون المال العام مثل الحكومه البدوي التي تسكن الجو في الشيراطون ويتصرفون بالمال الشعب كانه مال 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 ابائهم مثل قضيه الطائرات زعما محبه الشعب ولكن هو يتصرف كما هذاك الفوال في العرس يشق على رقيصه ولكن ليس من جيبه من المال العام لماذا لم تخصص طائرات للاتيان بابناء الجنوب او هذا الحديث لامضاء صائفه على البحر في هذا الحر الشديد اين هم الطائرات ولكن عندما يريدون البزنس بالمال العام يفعلون ما يشاءون يعني الشعب الحمد لله ولماذا يعني سي منتصر لماذا 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 هذه الطائرات الان البعض يقول ان ربما هذه فرصه ان الجزائر عندها فرصه الان كبيره باش تاخذ كاس افريقيا بالامس كنت في العاصمه الشعب يغني ما تحشوها الناس بالبالا وغنى للقائد وغنى للقائد الاركان واعطى برنامجه بوضوح ولكن قنوات الكلاب النابعه بالمال خنقت هذا الصوت لم اقل لهم علقوا اتركوا افتحوا ميكروفوناتكم لتسمعوا صيحات الشعب افتحوا كاميراتكم لتقرا يعني في كل هذه البارح من تموشنت الى اكثر من 24 مليون جزائري يعني يسبون قائد الاركان واذا به قناه تمرن واحد الحمار جابوه انه الشعب فرح بقايد صالح لن نصنع يعني دولة بالكذب الشعب الحمد لله تفطنا
وتفطن الفتنة وتفطن المخادعين. اليوم نحن في 14 جويلية، وذكر يعني قائد الأركان أنه بعث وفد من الجيش الوطني الشعبي ليشارك في المعراض عسكري في باريس بمناسبة 14 جويلية. الله أكبر، حتى كبرانات فرنسا ما دارولهاش. شو متصل من فضلك يا حمايه درك استاذ متصل ترون من فضلك ندير لك سامحني. اه واصل وصل 5 جويلية الاستقلال بعثوا بالشرطة باستغرب الشعب. كنا نتمنى ان يستعرض لنا العسكر يديروا لنا استعراض عسكري ويفرح به في عيد الاستقلال، لكن لم يحدث هذا. امروا الشرطه بالقمع وما زالوا يقمعون الشعب، ولكن لن تمر. يجب ان يفهموا انهم اعطلوا في عمر الازمه. كنا قادرين منذ 5 أشهر، رانا لقينا حل بالتفاوض وخرجناهم لا يريدون، ولكن يجب ان يعلموا انه ان مخططهم لن يمر ابدا. شكرا. يعني تفطن له وبعث باشخاص قالوا للعراق لا تدافعوا عنا واصلوا. شكرا سي منتصب ترون، مؤرخ وناشط سياسي كما من الجزائر. ولو ان زي مشاهدنا كل حال المغاربه تتحفظ على بعض الالفاظ، الكل نحاول نتفهموا التدخلات الضيوف. صح كان في بعض الالفاظ ربما احنا المغاربيه لسنا مسؤولين ونتحفظ عليها. على كل حال شكرا سي منتصب ترون. نروحوا الى الان من البويره معنا القيادي في لافافاس جمال بهلوسي. جمال السلام عليكم، الزف لك اقمع. السلام عليكم. السلام على كل مستمعي المغاربيه. سي جمال بهلول، الجمعه 21 جاءت بعد خطاب قائد صلاح حول مدني دوله الدوله المدنيه او ماشي دوله عسكريه. كان من المنتظر، كان الناس ينتظروا رد الفعل شاب جزائري. انت كيف شفت هذا الرد الفعل خاصه بعد تهديدات الكثير شافوها انها تهديدات وتخويف لربما لهالحراك؟ اولا رد فعل الشعب الجزائري كان رد فعل قوي، كان خروج الجزائريات والجزائريين بالملايين في كل مدن الوطن خاصه في العاصمه للتاكيد على ان لا احد يمكن ان يغير مسار هذه الثوره السلميه ويغير اهدافها، والتي تتمثل في قيام جمهوريه جزائريه ديمقراطيه حره. منذ البدايه الشعب الجزائري كان يردد ويقول بصوت واحد جزائر حره ديمقراطيه. خطابات السلطه او الناطقين باسم السلطه التي تحاول كل مره ان تفرض او توجه الثورة الشعبية توجهات معينة أو لتأخذ مسارات معينة كلها مرفوضة من طرف الشعب. مسألة الجزائر ولا مسألة الدولة المدنية هي مسألة محسوم فيها، محسوم فيها حسم فيها آباؤنا وأجدادنا منذ البداية منذ الثورة الجزائرية. جيد. إذا كان أستاذ جمال بهلول، إذا هذه القضية محسوم فيها كما قلت، ربما مثلا 56 والجزائريين يؤكدون على مدينة المدنية فوق العسكرية، يعني ما هي خلفية هذه التصريحات؟ لماذا خرج بهذه التصريحات الآن يعني بعد الجمعة 20 وكنا داخلين الجمعة 21؟ الأخ سليم، كما قلت لك المسألة محسوبة فيها منذ 56 في مؤتمر الصمام وفي الثورة الجزائرية ولتفادى الثورة الجزائرية، وحتى بعد الاستقلال كل الجزائريات والجزائريين متمسكين بالطابع الجمهوري للدولة والطابع المدني للدولة. التصريحات ربما في الأسابيع الأولى من الحراك كان الشعب هو الذي يفرض شعارات، الشعب هو الذي يفرض حتى على السلطة. الشعب هو الذي كان احنا اللي كنا نهاجم، الشعب هو الذي كان يهاجم، ولكن في الأسابيع الأخيرة السلطة تحاول أن تقلب الورقة، هي التي تهاجم والشعب للحراك يقاوم أو يدافع، لأن هذه سياسة السلطة من أجل أن تفرض علينا حتى الشعارات. كنا في المرة
ما كانت ما لازمش تظاهروا في العاصمه، حاولوا ان يمنعوا المظاهرات في العاصمه، بعد ذلك ممنوع المظاهرات بعد ذلك ممنوع الشعار ما لازمش تعيط ما لازم تكون شعارات الدوله المدنيه، دونك يحاولون ان يفرضون يكون هناك رده فعل الشعب، ولكن رده فعل الشعب هي رده فعل ذكيه، رده فعل قويه وطريقة حضارية وسلمية، رغم أن الشعب يقول سلمية ويقول في الشعار جهة مدنية ماشي عسكرية، ولكن أيضا قلنا يجب أن يكون هناك تغيير جذري لنظام رحيل العصابات، لأن الشعار الأساسي هو ما كانش حوار مع العصابات، ما كانش انتخابات مع العصابات، جزائر حرة ديمقراطية، لازم يكون تغيير جذري للنظام. بس القضية هذه المدنية مثلا على بالنا بلي ما يقدروش يديروا دولة، ما نقولوش الشعب الجزائري ليس لسنا في مصر، لسنا في ليبيا، لسنا في اليمن، لسنا في سوريا، لسنا في مكان في شمال افريقيا من بين احرار هذا العالم، الجزائريين لن يرضون ولن يقبلون لا بحكم بوليسي والدولة بوليسية ولا بدولة عسكرية. جاي تقول الأستاذ حكم عسكري أستاذ جمال بهلول، وبالتالي الأساس هو الأساس هو الشيء اللي يخوف هذا النظام، هو عندما الجزائر يتجد كل ما يقترحون أو كل ما يأتي من مقترحات من النظام وحتى من فلول النظام هي من طرف الشعب، وبالتالي نقول لا يمكن لهذا النظام أن يستمر في تعنته ويستمر في إدارة ظهره لأحرار هذا الوطن وللشعب، لأنه في الخطابات تخوين الشعب، تخوين الذين يرددون شعارات، فملايين من الجزائريين 40 مليون جزائري يرددون هذه الشعارات، حتى بعد فوز المنتخب الوطني في الاحتفالات الشوارع في ليله الخميس كانوا يقولوا مدنيه ماشي عسكريات، كانوا يقولوا ترحلوا كاع، كانوا يقولوا ما كانش انتخابات مع العصابات، ميم شي خرجوا للاحتفال بالفرحه، ولكن الشعارات هي باقيه نفسها. استاذ بهلول، يجب على هذا النظام ان يرضخ لمطالب الشعب ويقبل مطالب الشعب لتتمثل في التغيير الجذري للنظام والانتقال بالجزائر الى مرحله جديده. استاذ بهلول، انت قلت ان ربما النظام قلت ان ربما النظام انتقل الى مرحله الهجوم، كانت المبادره نقلنا في يد الحراك، الان استرجع هل يعني هل هذا استرجاع للمبادره؟ الان النظام استرجع قواه واسترجع المبادرة، أو كما يقول البعض هي لا كي تسمع الخطابات هي ارتباك وتحس أنه في مأزق، كيفاش أنت تحس يعني في القضية؟ يمكن أن تكون القراءتين، هناك ارتباك الأكيد أن النظام مرتبك بعد أكثر من 5 أشهر أو 21 أسبوع، والجزائريات والجزائريين بنفس العزيمة بنفس التجند بنفس القوة وبنفس الإيمان بقضيتهم رغم كل الصعوبات رغم كل الظروف، لأن الحرارة، صعوبة الانتقال إلى العاصمة أو الخروج، ولكن الجزائريين باقوا مجندين، باقوا مؤمنين بقضيتهم والتي في ضرورة التغيير. كل الجزائريين اللي تتلاقى معهم سواء في الشارع ولا في أماكن أخرى يقول لك لا يجب علينا أن نفوت، لا يجب علينا أن نرضخ، لا يجب علينا أن نفشل، وبالتالي هناك قناعة بهذه القضية. النظام مرتبك، النظام مرتبك، ولكن لماذا يرتبك؟ النظام يرتبك من شعبه، لماذا النظام يخاف؟ هل النظام يخاف من شعبه؟ الشعب هو الذي يجب، النظام من المفروض في الديمقراطيات في الدول التي تحترم نفسها، الأنظمة السياسية تستمد قوتها وشرعيتها من الشعب. الأنظمة التي تحترم نفسها لا تخاف من شعوبها، ولكن تحتمي الشعب، هو الذي يحمي النظام، يحمي الدولة، يحمي المكاسب تاع الدولة ويبني المؤسسات تاع الدولة. لذلك نقول لمن يتحكم في زمام الأمور يجب أن تعودوا إلى وعيكم، يجب أن تعودوا إلى فعلا لمرافقة هذه الثورة من أجل
أن تستفيد الجزائر من هذه الثورة السلمية لبناء ديمقراطية ودولة قوية ودولة مؤسسات واقتصاد قوي ومستقبل لنا ولمنطقتنا بصفة عامة. وبالتالي هذه الطريقة طريقة التهجم، طريقة التهجم، طريقة التخوين، طريقة التعنيف، الاعتقال، المنع، كلها لن تجدي نفعا، لأن الشعب عاجز، ما تقدرش تقنع 40 مليون، ما تقدرش تسجن 40 مليون، ما تقدرش ترشي مليون، ما تقدرش توظف كذباب إلكتروني 40 مليون. هذا الشعب حر، هذا الشعب واعي بقضيته، هذا الشعب ممتاز ممتاز سي بهلول، هذا الشعب صبر، هذا الشعب صبر كثيرا، صبر كثيرا وعانى كثيرا. دولة غنية، ثروات طبيعية، منطقة تموقع جغرافي استراتيجي هائل في العالم في منطقة البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا، ولكن الذين توالوا على إدارة هذه الدولة أو على السلطة في البلاد فشلوا وأفلسوا، وبالتالي الشعب يقول حان الوقت لنأخذ المسألة بجدية ونستعيد زمام الأمور، وهذا الوطن فيه كفاءات، استاذ صح ممتاز. طيب طيب استاذ بهلول، والكفاءات تتولى السلطه في البلاد. استاذ بهلول سؤال اخير، تك برلماني من حزب لفافاس، واش رايك في تزكيه شنين على راس المجلس البرلماني الان اللي كان؟ هما يقول ان ربما هذا استجابه لمطالب الحراك. تزكيه شنين على راس البرلمان ليست استجابه لمطالب الحراك، ولكن هي من اجل ربما السلطة وحتى أحزاب السلطة تنازلت لصالح شنين أو لصالح حزب ولا المعارضة ضد وجوه إسلامي لرئاسة البرلمان، هي من أجل إنقاذ ما يمكن من هذه المؤسسة التي مطعون في شرعيتها، مؤسسة الأغلبية فيها هي أغلبية من التزوير، أغلبية من اللي جاءت بالفساد بالتزوير بالكوطات، وبالتالي يريدون أن ينقذوا شيئا ما من شرعية، ولا يحاولون إعطاء نوع من الشرعية على هذه المؤسسة من أجل أن تلعب دور لمرافقة خريطة طريق السلطة التي تريد أن تفرضها، لهم يريدون أن يفرضون انتخابات ويريدون أن ينظمون انتخابات رئاسية في أقرب وقت ولا في أسرع وقت ممكن، وبالتالي يريدون على هذه المؤسسة أن ترافق النظام والسلطة في خريطتها، طرق طريقها في تنظيم هذه الانتخابات عبر تعديل مجموعة من القوانين كما جاء ورد في خطابات بن صالح ولا في خطابات ممثلين الذين تقيم باسم السلطة وباسم النظام. دونك هكذا على رأس المؤسسة الشخصية نقول كانت من المعارضة يمكن أن تساهم في إعطاء نوع من الشرعية لهذه القوانين التي قد يقدمونها، ولكن هذه أيضا مناورة أخرى، لأن الشعب لا يطالب بتنظيم انتخابات أو بتعديل قانون، الشعب يطالب بتغيير نظام سياسي فاشل مفلس أدى إلى رهن مستقبل الجزائر وأدى إلى هذا الركود السياسي وأدى إلى تمديد الأزمة في كل المجالات، أزمة متعددة المجالات، أزمة سياسية اقتصادية اجتماعية. طيب ممتاز سي جمال، حتى أن يدخلوننا في أزمة هوياتية. وبالتالي نقول كل هذه المراوغات لن تجدي نفعا. الشيء الذي المقبول، الشيء المقبول من طرف الشعب والشيء الذي يجب أن يكون هو العودة إلى والسماع لمطالب الشعب الشرعية وطموحات الشعب الشرعية المتمثلة في التغيير، التغيير السلمي، التغيير السلس، والانتقال بالجزائر إلى مرحلة جديدة، مرحلة جزائر يبنيها. بارك الله في سي جمال، شكرا سي جمال بهلول، شكرا جزيلا القيادي في لفافات كمايم البويرة. سي طارسي سي دوغال أغورك يتمثل تاقين لكوب دافريك، تسخير وسائل كبيرة
وسائل عمومية لاستجابة بعض المطالب الجمهور الرياضي. هذا ما قيل رسميا. تاكي باش تشوف في القضية هذه تسخير الوسائل في البروباغندا كما يقول البعض؟ يريدون استعمال أموال الجزائر باش يكسرون الثورة. أنا حبيت برك نهضر على ليكيب ناسيونال اللي لعبت في تونيزي في تونس في وقت الثورة والتي لبست ديمايو نتاع الفلانة باش يقولوا باللي نحن نريد استقلال الجزائر. انا نطلب لي جوار دو ليكيب ناسيونال يساندوا هذه الثوره باش يقولوا لهذا النظام لن نقبل منكم استعمالنا باش تكسروا الثوره. انا اطلب بكل اللاعبين ومن الترينر بالمادي يقولهم باللي ما نقبلوش هذه الطرق الخطيره جدا اللي تستعملوا فيها باش تكسروا ثوره الشعب الجزائري اليوم. دونك ولكن هل يمكن تكسير ثوره 40 مليون جزائري اللي خرجوا ككل جمعه الى الطريق باش يقولوا لهذا النظام تتنحوا؟ لا يمكن تكسيرها. اليوم النظام فشل، فشل في كل المجالات، فشل في كل محاولاته لتقسيم الشعب الجزائري و حب يصنع عدو داخلي بأبناء الشعب الجزائري. كي تقول باللي قبيلي شاوي ولا مرا ورجل ولا إسلامي، ها حاولوا بكل ما استطاعوا باش يخلقوا عدو داخلي، ولكن الشعب الجزائري فاهم اللعبة وكسر هذه اللعبة وقال لهم لا عدو في الداخل. هؤلاء الذين يعملون مع قوات أجنبية كيفاش كترجوية يروحوا باش يشاركوا في فرنسا مع الذين قهروا بلادنا والذين سرقوا ثرواتنا، يشاركوا معهم، يخدموا معهم، يخدموا مع فرنسا. هذه خدامة فرنسا، هؤلاء خدامة فرنسا، ويقولوا للشعب الجزائري ويخونوا في المجاهدين الحقيقيين. هل يمكن أن نديروا لهم كونفيونس للناس كما هادو؟ هل توجد ثقة في هؤلاء الناس ليشاركونا في احتفالات عدو؟ إنهم يعملون مع الخارج، هم اللي عملوا مع الخارج. شكرا خويا الطاهر، بارك الله فيك. طاهر السيري الناشط السياسي كمان في فرنسا، شكرا جزيلا. نروحوا إلى ربما السؤال الأخير مع الأستاذ محمد حسن كيلال الناشط السياسي من الجزائر. سي محمد حسن كيلال، يعني الآن رأنا عايشين الآن إصرار من الطرفين، الواضح أن رئاسيات بأي ثمن، هذه هي خريطة طريق النظام باستعمال وسائل ربما وسائل قديمة معروفة، تعتيم الإعلام والتخويف، وإصرار من طرف الشعب أن يخرج بالملايين بنفس الشعارات بنفس الإصرار بنفس المطالب. أنت الآن كيفاش تشوف الحل بين الطرفين؟ يعني ما كاش حل. نظام يلعب بالكلمات يقول باللي ما نقبلش مرحلة انتقالية، هو يدير في مرحلة انتقالية كما أحبها هو. يقول بلي انا نسال في قايد صالح، وين راه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه؟ وين راه؟ راه في الاقامه الرئاسيه كما كان، ومازال ينزار باسطول من سياره الدفاع الرباعي. مليح، كانوا حبوا باش يجوزوا العهده الخمسه ما قبل الشعب، حبوا المرحله الانتقاليه ما جوزوهم بطريقتهم، لانه شكون هو بن صالح؟ بن صالح بوتفليقه اللي عمل باش يكون جزء الامه، باش يكون خليفته بعد ما يغادر الحكم، يعني انه السبب
كيف يحمي عائلته بن صالح؟ ما يقدرش يأذي آل بوتفليقة. سي بن صالح لازم يكون رئيس الدولة، وصلاحية تاع رئيس الدولة تبقى للدستور اللي تغناو به، أو متجاوزها بن صالح ولا يتصرف كرئيس جمهورية. أنا نشوف بلي المرحلة الانتقالية اللي يجوزوها اللي ما عندهاش أجال يمدوها كما يحبوا ويستعملوا كل وسائل ترويض الشعب ولي يراعوا حتى يلقوا الشخصيات اللي يقدروا يعتمدوا عليها في الحماية في الحفاظ على النظام كما كان. لا إصابة إيه؟ لا إصابة. نتسأل ما هي المبالغ المالية كلها اللي ممكن نسترجعها من العصابة اللي راهي في الحبس؟ أنا يعني عندي إصداء تجيني من العدالة تاعنا من القرار تاعنا ما تجاوزش المبالغ هذه في الملايير دولار. هنقولوا 100 مليار والملايير الأخرى. الملايير اللي نهبت من طرف الجنرالات اللي ذكرها ويكيليكس. كان كلام فيها. صح. يقولوا باللي رايحين تفاوض، وشكون انت باش تفاوض؟ ما كان حتى واحد يقدر يتفاوض باش يجيب الاموال الجزائريه اللي في الخارج غير ما يكون رئيس دوله منتخب من طرف الشعب. جيد. وهما حبوا يحميوا الاموال اللي في الخارج. حبوا تقعد. انا نتذكر في 95 كي كانت الجزائر غارقه في المديونيه اللي المديونيه تاعنا كانت 38 مليار دولار. نتذكر النائب في البرلمان السويسري سيكلا كان صديق الثوره الجزائريه كتب مقال طويل ونشره في الصحافه الوطنيه بالعربيه والفرنسيه. المضمون تاعو تلخص فيه تساؤل يقول استغرب ان دوله كاثيوبيا ولا دوله كالفلبين وقت السيده اكينو طالبت باموال دولتها في الخارج، والجزائر اللي عندها مديونيه تاع 38 مليار دولار وعندها الاموال المودعه في البنوك تاعنا تقدر ب 65 مليار دولار. جاز المقال وتقرا وكأن شيئا لم يكن. صح. بالعكس بعد هذا الشيء زادوا دولة كطريان فيتاس في الناب. يعني بعد ما تقرا المقال ظهروا جنرالات واحد اخرين اللي ادوا اموال طائله. شكرا. طيب سي بارك الله فيك سي مهند حسن كيلا، شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه. كان الناشط السياسي كما يم الجزائر العاصمه. شكرا جزيلا أسامة حسن كي نشكر بزاف الضيوف الكرام اللي كانوا معي اليوم، أستاذ طارس السرير ناشط سياسي من فرنسا، أستاذ منتصب تور المؤرخ والناشط السياسي من كامل الجزائر، وأستاذنا جمال بهلول القيادي في ألف فاس كان معي من بويا. الآن أعزائي المشاهدين كما تعودتم معنا نفتحوا الآن خطوط الهاتف، يمكن أنتم تصلوا بنا بالهاتف أو بالسكايب كما تشوفوا على الشاشة. وقبل ما نبدأ في استقبال المكالمات عندي هذه الفيديوهات، يعني حقيقة لما تسمع تصريحات بعض المشاركين في الحراك هم الناس عاديين، يعني نساء ورجال، تحس أن والله يعني ربما الطبقة السياسية الحقيقية في الجزائر هي راهي في الشارع ما راهيش في الصالونات. خلينا نسمع هذا الرأي. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص موضوع الحصص نتاع اللي تفرقت باش يروحوا باش الناس الجنوب يروحوا يتفرجوا يناصروا منتخبهم الوطني، بالمناسبة نهني الناخب الوطني بالماضي الرجل المونخ مخلص اللي فرح 40 مليون بسبب إخلاصه، إن شاء الله نولوا كيفه بإذن الله. إن شاء الله نقول الناس الصحراء مغيظهم الحال، ما يغيظكمش الحال. الصحراء عمرها ما كانت لها حصص في الجزائر، عمرهم ما سهمونا في حاجة باش يغيظنا الحال. اليوم ديما ميكارتيين، دايما الناس الصحراء ما عندهمش السهم، ولا عطوه سهم يعرفوا على من يقسموه. ما يغيظكمش الحال يا شباب الصحراء ويا شباب تبقرت، نفرحوا لمنتخبنا باذن الله هنا. نقول الناس الصحراء وكتاه سهمونا هادو، وين كانت تبعث لي طائرات هذه وين كانت وهي الجزائر كامل عندها 60 سنه محقوره؟ وين كانت هذه الطائرات وهو الجنوب مردوم
وين كانت الطائرات هذه من اللي كان العياش يموت في جعبة رغم أنها بلاد طائرات وحفارات؟ وين كانت هذه الطائرات من اللي كانت 257 كبدة حرقت؟ وين كانت أمام دموع الأمهات هذه؟ وين راهي الطائرات ولادنا يموتوا على ظلفة في البحر على لوحة؟ وين راهي الطائرات هذه؟ ها؟ تحوسوا تبعدونا على قضايانا وتلعبوا بينا وتدونا باش تفرغوا دزاير ويفرغ الحراك، تحوسوا تحرفوا القضية اللي دخلتوا فيها وشتتوها، بالفعل دخلتوا في الحراك وضعفتوه. تحوسوا نفس اللعبة اللي تلعبت في أم درمان راهي تتلعب اليوم بمال الشعب، بمال الشعب راهي تتلعب. وين كنتوا جنوبنا مشتاقين؟ نقول لكم يا ناس الجزائر، ناس الصحراء ما يشربوش الماء من العين، لو كان ما يفوتش علينا الكاميو ما نشربوش الماء، ما نشربوش الماء الصالح للشرب. وين كانت الطائرات ملي كانت إليزي وجانت تغرق؟ علاه ما بعثتوا لهاش الطائرات؟ وين كانت وحنا محتاجين أمبيلونس في تبرت؟ وين كانت الطائرات وحنا محتاجين سكانر نضلوا ننبحوا عليه؟ وين كنتوا يا صحاب تبرت كيما خرجتوا البارح تحتفلوا مرا وراجل في نص الليل والدنيا قايمة؟ وين كنتوا كي تغتصبوا زوز أطفال، زوز أطفال وماتوا في حفرة، وكينات الرجال البطالين البطالين ناضوا يقولوا لا، لفقوا لهم تهمة ودخلهم للحبس ودرك راهم يشارعوا؟ علاه ما نوضوش على قضايانا الحقيقية اللي حرفونا على جالها؟ هاي قضايانا، وخاصة الجنوب، الجنوب نقطة في كل شيء، الجنوب ميت بسبب واش؟ بسبب سياسة التطبيل والتهليل. مدخلة يعني قيمة وهدافة لهذه الأخت، نشكرها وبارك الله فيها. كما قلت أعزائي المشاهدين، خلينا الآن نفتحوا الخطوط الاتصال، أنتم يمكن تعطونا رأيكم في هذه المسائل. نبدأ من تيزي وزو، معنا سعيد. فقدنا سعيد، نروحوا إلى فرنسا، معنا محمد. السلام عليكم سي سليمة. وعليكم السلام خويا محمد، مرحبا بك. والسلام على الشعب الجزائري والحريات. يخصنا طالب الحريات هي تضمن لنا الحياة والحرية، السياسة وحرية الإعلام. إذا ما كانش ويكشفه الإعلام، إذا ما كانش الإعلام في العراق لا تكون عندنا انتخابات شرعية، لأن الإعلام الصحافة هي اللي تكشف السلطة والشعب السياسي. تكون حرية السياسة ونسينا الحريات، والحريات هي اللي تضمن الرايات والحياة. كل هذا كان المحللين السياسيين، هذه رسالة لهم، يتكلموا على الاقتصاد وكل النخب والاحتجاجيات هي في الحريات. أعطونا الحرية فقط، نضمنوا كلمة واحدة وهي الحرية. بالحرية نستطيع بالانتخابات شفافات، بدون إعلام ما تكون انتخابات، ولا نتحصل على الديمقراطية إلا بالحرية. حرية الصحافة، حرية السجناء السياسيين. كيف ممنوع السياسة والإعلام وتقول نديروا الحوار؟ باش الحوار. شكرا شكرا أخي محمد، يعطيك الصحة. إلى الجزائر العاصمة، معنا نور الدين. السلام عليكم سي سليم. وعليكم السلام سي نور الدين. واسمح لي على استقبال الاخرانيه هذه تاع سمعتها في البوست. خلاص زلقت لي. نعم ماشي مشكل خويا نورتي، تفضل. شوف يا سي سالم، زيد على الكلام هذيك تاع الاستاذه اللي كانت تهضر من الصحراء. السبعينات كانت كلمه مقوله معروفه اللي شريف بن سعديه، واش قال صحاب القلا؟ قالهم انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هادو صحاب الصحراء من بكري دارينهم طلابين، دارينهم الشعب الاخر. هذه من بكري الصحراء. عندنا احنا الان عندنا لازم لك تصريح باش تدخل حاتم سعود، عندك تصريح باش تدخل الصحراء، الجزائري لازم له تصريح. اما اللي مساكنين تما راهم عبيد، ديزيت كلاب، هذه هي. اما نقول لك نشكر الساده قد اشاروا اللي تصدير كانوا في المداخلات، قد اشاروا للحال اللي رانا فيه، مرحله انتقاليه فرضها النظام على الشعب الجزائري. اما اللي راهو الخطر اللي راهو يدير فيه هذا قايد صالح وهذا النظام العسكري، انه راهو فرق بين الشعب وبين الجيش. هذا واش دار؟ استحدث نظام جديد، الامن الحربي، الامن العسكري. هذا ما كانتش
كان عندنا بكري عندنا الشرطة هي بصفة قولوا سلطة مدنية، والآن راح اختزل الشرطة مع الجيش، صارت الشرطة عسكرية. هذا هو نعطيك كلمات بمناسبة الأمن الحربي. يا أيا جلادة بلادك ويا كبير بغاتها، مهلا فإن أيام الخلاص دواني، أنزل بهذا الشعب كل هوان وأعيد عهود الرقي للأدهان، واقتل فيه ما استطعت كل كرامة، وافرض عليه شريعة القرصان، واطلق عليه زبانية الجحيم من بوليسك الحربي والأوعاني والعواني. شكرا خويا نور الدين بارك الله فيك. لا تسم سيت معنا بنايسة بنايسة متى سم سيلت. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. الأخ سليم السلام عليكم، تحياتي لك وتحياتي الطاقم المغاربية مرحبا والقناة الحرة للشعب الجزائري. المهم نشكر الأخت والأستاذة توكورت، نقول لها بارك الله فيك على الكلام الطيب، وتحياتي للجنوب اللي فرحونا الجماعة هذه إن شاء الله وخرجوا بقوة. بما يخص الحراك الأخ سليم، ونقولوا القايد صالح راك غلط، أنتو بدوي بن صالح ديرنا ست طيارات، ديرنا نقولوا بالك ست طيارات قلاه، نقولوا ديرنا جرب دير على شو طياره لا نروحوا، نقولوا تاع الحراك اللي مسمين على الحراك، نقولوا معليش احنا معليش نساندوا الفريق الوطني، ما نقري كاع ما نروحوش بصح الفريق الوطني راه في قلوبنا وهذاك يشرف نقولوا مش راح يشرفكم انتم النظام الفاسد، راه راح يفرح في الشعب اللي خرج في الفاندو، نقولها يجي نهار ان شاء الله الناخب الوطني يقولها للشعب الجزائري، نقول لهم انا فرحتكم انتم ما فرحتش النظام الفاسد هذا اللي راه شادنا. ونقول لقيت صالح قيت صالح سي انت انسى الاخر انت عاكي يوم 12 الجمعة ها اللي خرجنا، وقلنا يا بن صالح رايح دي قيت صالح سي انا كينا ثقة، انا ثقة ندي هذه الكلمة نقولها للشرفاء اللي في كما قال لك في القائد في الجيش الوطني الشعبي في المؤسسة العسكرية ام كينا شرفاء، وكما قال لك قلعوا قيت نقول لهم ما قدرتوش تقلعوا شخصة راه الشعب معاكم، نقول لهم قيد ساي كملنا مع قيد صالح، قيد صالح حامل عصابة ومازال حامل عصابة وراه مع العصابة، والقيد صالح نقول لك حاجة نقول يشد عليك التاريخ إن شاء الله، نقول لك حاجة غير أنت السجن تدخلوا مطور ولا مقصر. شكرا أخويا بناسة تنميرت إلى باب الواد العاصمة معنا رزقي. السلام عليكم الزلف الأول. وعليكم السلام ورحمة الله. زلف لك أجمع. أنا باش نقول لك هذيك تاع البارح تاع لا كران بوست يقول لك تحية قيد صالح. نعرفوا هذيك نعرفوا هذيك تاع البارح يقولوا تحيه قاس صلاح تعرفوا هذيك كيف مع نعيمه صالحي وهذه كيف نعرفوا واحد الشيات يكون تلاقى في العاصمه نقول لك يا الشيات راك انت مع نعيمه صالحي. اوكي شكرا سي رزقي بارك الله فيك هذه مداخلة. روحوا إلى العاصمة نبقوا في العاصمة عبر خدمة سكايب معنا بن يحيى. سليم. وعليكم السلام. السلام عليكم خويا سليم. وعليكم السلام خويا مرحبا بك. لاباس خويا صحتك لاباس خويا الحمد لله. واش راكم نتوما؟ يا خويا القايد هذا ما سمعش منه كاع الخير القايد هذا. القايد هذاك نحن الدروج ومن بعد نحن الإعلام ومن بعد كي نحن بالك حتى القرعة تاع المسجد نحن القرعة تاع الماء وراح للهلك على كل حال ما ينجمش على كل حال يعني قضية خمسة شهور هذو عم بالو راه في التسعينات خلاص التسعينات هذيك تاع جماعة بليك لحين روح للشمال ابو محيط باب الواد واللي كيف يوم قدام للصحراء واش يدي الشعب كاع للصحراء ما كاش كما كاش منها كيفاش خويا سليم فهمتك. على كل حال ما هذه المبادرة تاع الطيارة هذا ما كانوا يخموا عندنا الصحراء اللي هذوك لهم يتحركوا في الصحراء هذيك مستقل من البحر يشوفوها باش يدينا كرة القدم الناس الأولوية هذوك ولا الأولوية هذو الكأس الأفريقية واش تجيب واش مفادة فيها كأس أفريقيا وهاي الكأس أفريقيا الجزائر ما بغاش تفعل يعني والله يعني آخر النهار تاعهم إن شاء الله خويا سليم وما نطولش عليك وخلينا نساوي السنه وصحة خويا سليم بارك الله فيك خويا العزيز شكرا جزيلا. نروحوا إلى بويرة معنا محمد عبر خدمة سكايب. محمد أزول أزولك مثلا أزف لك أجمع عزيز لاباس لاباس في الخير رجل وكذا هادي تولي النشر المغاربيه بيان سور بس كاين ما سمح لي تهضر شتاف قفيليف بيان سور ذاك الدنيا ذاك الجمعيه قاعد دان
اللي غادي توفيرت ايدوت الجزائري على يسلق صحي قيد صالح غسكني الحمان تقول كاروتش ديكري الا هو اهاتا داني ظني في الحق كثار من 45 لكن كان ايدوت الجزائري الساقي ايناي سي قيد صالح باللي غاسمي الا تهدد غاسمي الا تند من يكون شغل الفير ونتقوى ذرا لخطر في الحق ينفق دونك انا نسلق صح شعرات دولة مدنية ماشي عسكرية وكنا ديس المليح مليح بلي يجدو ذا زديري واسقو الساقي ذاين وريد تاقوز وريد تغال الذفير ألا ما روحن مرة الساقي يجدو ذا زديري يفغد يوكن ديوي لهني الجزائر يفغد يوكن ديال تموت الجزائر تديار الحرية ودي في غارة يوكنا ذي خرب ثموث نعم كني قرن تسان أيادي الخارجية أجدو ذا الزدائر يساقي كونترير يفقد يوكنا ديني الجزائر ذرى وسالة خذمن ذرى وسالة قاذن الجزائر ثموث نعم ماشي غفراني صح صح تنميرتك يا محمد أعطيك الصحة مع عزيز نسيبويرا إلى قسطينة معنا عبد السلام. السلام عليكم أستاذ سليم. وعليكم السلام خويا عبد السلام مرحبا بك. تحية إليك. مرحبا لاباس عيشك. تحية للمغاربية قناة الأحرار عيشك. ونحيي فخامة الشعب الجزائري داخل خارج الجزائر فخامة طلبة وشبيبة الجزائرية. أما بعد رانا نستناو في الاستقلال أو ما حابسينش ما كانش انتخابات يا عصابات ودولة مدنية مش عسكرية وما كانش انتخابات وترحلوا قاع ترحلوا قاع يرحلوا قاع أو ما كانش روحوا يا سراق يا مفسدين يا خبثاء يا مجرمين روحوا وما كانش حوار وما كانش حوار مع البعث روح بن صالح روح بدوي روح القيد صالح روحوا ما نشوفوكمش يوجو النزيرية روحوا يا سراق يا مفسدين يا الرئيس تاعكم ولي حطكم كل تروحوا في كل المؤسسات اللي حط المسؤولين هذاك الرئيس المخلوع تاعنا هذاك المسؤول السارق الخيل ودار لنا نروحونا ل 14 جوي تاع فرنسا احنا ما نروحوش احنا نديرو 5 جوي تاعنا هذا ما ندير هما جاوا هنا 5 جوي احنا ما انتم على ما رايحين يعني ما رايحين او بين اللي مع الجزائر وبين اللي ضد الجزائر ونحيي كل المتدخلين تاع الجزائر هذيكم وحند هذاك المحترم وهذاك سي طاهر هذاك من فرنسا هذاك في الريف اوكي وكل المتدخلين نشكرهم ونحييهم راهم في المستوى ورانا الكفاءات عندها الكفاءات الجزائر روحوا برك شكرا اخي يعطيك الصحة عبد السلام بارك الله فيك. إلا بجاي معنا معوش يفقاي أزول أسليك أزولك مع عزيزين لا بس ما تليد بخير أتفضل تم زوارو تسليم أفاري وانتم نطمع كويس تم طفر جاز تحياتي لكل صحاب سلطة والقرار خارجوا داخل الجزائر أولا نطلب منكم تسمعوا لهذه الكلمة إن الحراك في الجزائر سيؤسس إلى استقلال قرار سياسي الوطني معناتها القرار السياسي مش في يدنا. هذه قالها صالح جوجيل يوم الخميس 13 جوان في فرنسا أمام البرلمان الفرنسي. ثانيا إن الطائرات المدربين واللاعبين والأنصار أبنائنا أموالنا ونتمنى لهم الانتصار هذا المساء. أوكي إن شاء الله. نحن تابعنا خطف شاب في عنابة سجن رجلين في تلمسان هذا موش من أجل الراية حتى يرضخ الشعب الجزائري لمخطط قيد صالح لازم نولي وقع للمسيرات نولي وقع الجمعة نخرج وقع نقولوا لا للمخطط الجهنمي للعصابة الكبيرة تحياتي ارضي عنكم تكساسي ماوش بارك الله فيك. إلى الجزائر العاصمة معنا علي
سي علي. علي من الجزائر. الو. تفضل خويا علي. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح النور حبيبي. واش حبيت نقول سالم للشعب الجزائري؟ والله العظيم احنا كاع كما رانا عيب علينا وعار، والله غير عار علينا وعيب علينا عند ربي في الدنيا وفي الاخره. اقسم بالله ربي يفضحهم، وداروا لنا الحكومه تاعهم وداروا لنا كوديطا وداروا رايهم وحتموا علينا هذه المرحله الانتقاليه اللي حنروحوا فيها، وحنا مازالنا نهضروا ونحلوا في فمنا، والله غير عيب علينا، عار عار باش نخرجوا نحيهم. احنا مازال يقول لك نخرجوا بالجمعه، نزيدوا كش قاعد الجمعه الناس يتنضرب يرفدوا فيهم. يا شعب الجزائري لازم نخرجوا اش 24 وعصيان مدني كما داروا خاوتنا السودانيين، كما داروا كما نواجهوش دبابه ما نربحوهمش. وهذا واش حبيت نقول، ولا غير عيب علينا والله، مازال نحلوا فيها في التلفزيون، ولا غير عيب خويا سالم، هذا ما كانش حبيت نقول. اوكي شكرا خويا علي، بارك الله فيك على التدخل. الى فرنسا معنا الاخت فاطمه. الو فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زوف لمولتما avant tout, je vais dire merci pour le Mararibia. C'est la seule chaîne que les gens ils arrivent à s'exprimer. Qu'est-ce que j'allais vous dire pour le Hirak? On a senti, c'est vrai que c'est, il a reculé un petit peu. Peut-être par rapport à ce que tous les problèmes là que les la dictature, on a nommé la dictature Mishai Saba, parce que c'est une dictature, ça fait des années qu'elle s'est formée. Donc, c'est une dictature, c'est pas Aïsaba. Aïsaba, à un moment donné, on va dire, باش يساعدنا، خاطرش الباطل وصل كما يقول لك للسماوات السبع. دونك الشعب، حنا الشعب ما يلزمش نخافوا، حتى هنا في فرنسا نسيو كل واحد واش راه يدير، واحد يروح انا ديجا عندي دي زونفو، عندي ان اونفون ديكابي مالك هكاك نخرج. مي كما يقول لك مام الناس اللي راهم كيفاش يقولوا، ما لقيتش الكلمات بالعربيه، هضر بالفرنسي اختي، يتكلفوا فوالا دي نفس قبايلي قبايلي كي فوالا. الو ايه هضرت قبيله ثورتما فوالا ميم سا فيدير لي الماده الاخرين حتى كيفهمونا، باسكو ما فهموناش افون لي زاني 80 كي القبائل النابو كانوا داروا علينا اشاعات يقسموا البلاد. انا نعرف وحده صاحبتي تخدم معايا تمسك، قالت لي والله غير اون دوا لو باغ دوا تولي هابيل، قالت لي لو كان تبعناكم في زاني 80 ما وصلتش العصابه للديكتاتوريه هذه الدرجه هذه، قالت لي بصح ايزون بوغي لي سيرفو تاع الناس. دوكا قلت لها مي سي با ترو تار، كل حاجه تجي في وقتها، ولكن الناس يلزم يفهموا بلي الدوله هذه عندها كيما يقول لك لي غاسين تاعها تاع لا ديكتاتور. دونك كيما المجاهد الكبير بورقعه داروا في الحبس باسكو سي لو سول كي كوني لي سكري تاع لي تاع هذه. بارك الله فيك اختي فاطمه من فرنسا، شكرا جزيلا. نختموا هذا الجزء من التغطيه مع محمد من تيارت. محمد السلام عليكم. السلام وعليكم السلام ورحمه الله اخويا محمد. نطلب من الحراك والاقوى والجزائريين الغيورين على هذا الوطن، والذين عندهم هدف لدولة مدنية وليست عسكرية، أن ما يتقلقوش، السلمية، الوحدة، وعدم الحقد، لأنه هذه الصفات اللي غاندي خرج أكبر استعمار من الهند. ما تقلقوش، وقال الاعتصام لا، قال في المسيرات كل جمعة وكل ثلاثاء ويزيدوا مع الوحالين هذه. أما بالنسبة للرياضة اللي درناها إسقاط، كاين اللي راهم ربما ضد الرياضة ما يعرفوش باللي في الملاعب هو اللي قلع ثم الحراك. إذا نجح الفريق الوطني فإنها إشارة على نجاح الحراك، لأنه درنا إسقاط. طيب شكرا يعطيك الصحه سي محمد المتيار، شكرا جزيلا. الزملاء يقولوا مازال اتصال اخير من سوق عرس معنا عبد الحميد. السلام عليكم الاخ. وعليكم السلام ورحمه الله اخي. شوف الاخ سليم، تكلمنا من بدايه القناه تاعكم المغربيه، نتكلم ونقولوا باللي
قلنا مثل من 62 حتى لليوم شيء ما تبدل يا سليم. وشي هو الشيء اللي نطرح سؤال على نفسي، الشيء اللي ما تبدلش هو الناس اللي حاكمين الحكم راهم ينسوا غير ارواحهم وينسوا ولادهم ونساهم وبناتهم. اما الشعب الاخر الحقوق نتاع الشعب الاخر لا غبار عليها. من 62 لليوم نطلب من القايد صالح، يا القايد صالح انت كي عدت انت هو حاكم في بلاصه وزير الدفاع، حقوق المتقاعدين نتاع الجيش عندنا 13 مطلب، انا واحد منهم من المتقاعدين نتاع الجيش. كي عدت انت حاكم الحكم وعليه ما توفرش، يعني لو كان كراجل وفيك النيف وراجل وفر حقوق المتقاعدين نتاع الجيش. انا سكن ما عنديش، سكن في الجراج حاشاك وحاشا قدرك، سكن في الجراج. وهو قاعد طالع قاعد يتكلم كأنه هو شغل هو في بوست يعني رئيس الجمهورية. أنا بالنسبة لي أنا بأن أنا كنت في الأرمي في الجيش خادم 17 سنة، يا قايد صالح أرواح طلع علي راني ساكن في جراج وأنت قاعد تتكلم عن الراية الوطن الراية نتاعنا المزيغية. الراية بالنسبة لي أنا الراية المزيغية هذيا بالنسبة من حقهم هم يعبروا على شعورهم. وتبقى على خير يا اخي كريم. بارك الله فيك اخوي عبد الحميد، شكرا جزيلا. وعبد الحميد كما قلت هو اخر متصل لهذا الجزء، وزال لكل حال كما تعلمون التغطية مازال مستمرة على القناتين المغربية الاولى والثانية، لا تبتعد ان شاء الله. بعد دقائق ان شاء الله يبدا الجزء الثاني، بقوا معنا والسلام عليكم.